أسعدتم أوقاتا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم إلى عدد اليوم من برنامج ملف خاص. أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرين، الأول حمل عنوان مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب، والثاني اهتم بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين. التقريران خرج بالعديد من التوصيات وقدم مقترحات عملية يمكن اعتمادها في وضع استراتيجية من شأنها الحد أو احتواء الاقتصاد غير المهيكل وما ينتج عنه من تداعيات، ومن بينها ظاهرة الباعة المتجولين. متابعة لهذا الموضوع يحضر معنا في الأستوديو السيد محمد جدري المحلل الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي. مساء الخير سيدي. مساء النور. أهلا وسهلا بك. الترحيب موصول كذلك بالأستاذ رشيد أوراز الباحث في معهد الشرق الأوسط. أهلا بك. أهلا وسهلا. مساء الخير. شكرا على تلبية الدعوة. كما ينضم إلينا عبر سكايب الطيب أعيز المحلل الاقتصادي والمالي. أهلا وسهلا بك أستاذ. مرحبا بكم. مرحبا بالمشاهدين الكرام. شكرا لكم ضيوفي الكرام على تلبية دعوة ملف خاص. البداية ستكون مع سيد محمد جدري. سيدي، إلى أي حد أو هل جاء التقريران بجديد على مستوى التشخيص اتصالا بالموضوعين، موضوع الاقتصاد غير المهيكل وأيضا ظاهرة الباعة المتجولين؟ هل كان هناك جديد؟ هل حمل التقريران مفاجأة على مستوى التشخيص أم أنه ما جاء بتأكيد المعطيات التي نعلمها سابقا؟ أعتقد بأن التقريرين اللي قدمهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيما يتعلق لا بقطاع غير المهيكل ولا بالنسبة للبائع الجائلين كيجي في واحد التوقيت اللي هو توقيت حساس بالنسبة للمغرب. أعتقد بأن الخروج من آثار جائحة كورونا يعني أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المغربي على جميع المناحي ديالو. كذلك اليوم عندنا حكومة جديدة اللي عندها واحد برنامج اللي هو حكومي جديد اللي فيه تنزيل مجموعة من الأوراش اللي هي أوراش مهمة. أتكلم عن الورش الحماية الاجتماعية وأتكلم خصوصا عن النموذج التنموي الجديد، بحيث أن من مخرجات النموذج التنموي الجديد أن تتكلم عن تحويل الاقتصاد المغربي من اقتصاد يعني ذو قيمة مضافة اللي هي بسيطة إلى اقتصاد يعني أول يشوف عندنا واحد القيمة مضافة اللي هي كبرى اللي ممكن تخلق لنا التنمية وتخلق لنا فرص ديال الشغل بصفة عامة. فهذا الإطار هذا كيجي الرأي الاستشاري ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي كيخرج لنا واحد مجموعة ديال التقريرين. أعتقد بأن فيما يخص التشخيص يعني عندنا ما يكفي في المغرب من الأمور ومن المعطيات. من المؤسف أن ما كاينش هناك مجموعة من الأرقام في التقريرين اللي كتكلم ثاني على الحجم ديال هذا الباعة المتجول أو مثلا القطاع، يعني ما كاينش واحد الأرقام اللي هي كثيرة، لكن ما يتعلق في التوصيات وما جاء به التقريرين أعتقد بأن يجب أخذهم بعين الاعتبار من أجل تحويل الاقتصاد المغربي إلى اقتصاد منظم يساهم في التنمية بشكل أساسي. سنتحدث أكيد على التوصيات والمقترحات، هي المهمة وهي اللي غادي نستشرف بها طبعا مستقبل يكون أفضل من 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 الواقع، أفضل من واقع الحال. أستاذ رشيد أوراز، دائما يعني في سياق ما جاء به التقريران على مستوى التشخيص، هل هناك معطيات استوقفتكم تتصورون بأن يعني التوصيات والمقترحات بنيت عليها لاحقا؟ نتحدث على الاقتصاد غير المهيكل اليوم طبعا اللي كيشكل أكثر من 3/4 النشاط الاقتصادي الوطني، تنتكلموا على مساهمة بنحو 80 أو 30% في الناتج الداخلي الخام. هذه أرقام كبيرة ومهمة جدا. فهاد جوج ديال التقارير شنو هي المعطيات التي أثارت انتباهكم؟ طبعا بالنسبة إلي ليست هناك يعني أشياء جديدة من حيث المقاربة، لكن تقريران قام بتجميع النقاش حول سواء القطاع غير المهيكل يعني بصفة عامة وعلى فيما يخص الباعة المتجولين في المغرب. طبعا التقريران أشار إلى عدد كبير من أسباب هذه الظواهر الظاهرتين، وأيضا قدم حلول مختلفة بدءا بما يتعلق بتوفير العقار، الولوج إلى التمويل، تحسين أو إصلاح المنظومة التعليمية لكي يكون لدى هؤلاء الناس كفاءة أفضل لكي يبحثوا عن فرص عمل وربما يخلقوا شركات أو مقاولات بوفق يعني كفاءة أفضل كي لا تدعوهم يشتغلون بالقطاع غير المهيكل. لكن في نظري التقريران لم يذهب إلى أعمق مما ذهب إليه، لأنه بالنسبة إلي
المشاكل المؤسساتية والهيكلية المرتبطة بالاقتصاد المغربي والتي أشار إليها النموذج التنموي هي التي تفرز هذه الظواهر. يعني النقاش بخصوص القطاع غير المهيكل في المغرب لا يجب أن يعتمد على مقاربة كما يسمى في كما يقول الأوروبيون على مقاربة مطاردة الساحرات. القطاع غير المهيكل الموجود لا يمكن محاربته، يمكن فقط تحجيمه، يمكن الحد منه، يمكن مساعدة جزء منه لكي يتحول إلى قطاع غير مهيكل، لكن محاربته مقاربة يعني قانونية زجرية هذه لا تصلح، لأن الأسباب التي تؤدي إليه عميقة جدا وتاريخية ومتوارثة. في نفس الوقت الذي ذهب فيه النموذج التنموي الجديد والمشروع إلى الحديث عن أسباب المؤسساتية ومسائل المتعلقة بالثقة وجودة الرأسمال البشري، بقية التقارير لا تذهب إلى هذا المستوى لما تعالج بعض الظواهر. أنا أعتقد بأن كل ما يتعلق بالاقتصاد المغربي على كل المستويات يجب أن يذهب إلى الأسئلة المرتبطة بالمؤسسات، الرأسمال البشري والتنمية. لو كان في المغرب معدل نمو أكبر وتنمية أفضل لما بلغ الحجم القطاع غير المهيكل الحجم الذي يوجد فيه اليوم. ثم السياق الذي نوجد فيه الآن بسبب وكما أشار لها السي محمد بسبب تداعيات كوفيد تدفع جزء من القطاع المهيكل إلى القطاع غير المهيكل، لأنه لا يستطيع غير مهيكل. لأنه لا يستطيع تحمل التكاليف اليومية مثلا بالكراء، لا يجد تمويلات إضافية، لا يجد ربما عمال أكفاء يستطيع أن يدفع إليهم، بالتالي فشيئا فشيئا يتحول جزء من القطاع المهيكل إلى القطاع غير المهيكل، وهذا مؤسف جدا في هذا السياق. دائما في سياق التشخيص. وأتحول إلى ضيفي عبر سكايب الأستاذ طيب أعيس، ماذا عن الكلفة قبل أن نفصل فيما جاء في التقريرين على مستوى التوصيات والاقتراحات؟ ماذا عن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية كذلك للموضوعين أو للظاهرتين، الاقتصاد الغير مهيكل وأيضا ظاهرة الباعة المتجولين؟ لأن هناك من يعتبر بأن الأمر يتعلق بخلق فرص للشغل، بتمكين فئات واسعة وأعداد معتبرة من المغربيات والمغاربة أن يخرجوا أو أن يبتعدوا عن شبح البطالة ويوفر مناصب الشغل، ولكن يتعلق الأمر ربما بسياق هش يكرس الهشاشة، يورث الهشاشة. ماذا عن التداعيات أو الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للأمرين معا؟ طبعا الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الغير مهيكل ثقيلة جدا على الاقتصاد الوطني وهي سلبية على الاقتصاد الوطني. أولا تحرم ميزانية الدولة من ضرائب ومن رسوم مهمة جدا بالنسبة لميزانية الدولة، بالنسبة كذلك لكل ما يتعلق بالبنى التحتية للدولة إلى آخره. كذلك تخلق منافسة غير شريفة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي تدمر الاقتصاد النسيج الاقتصادي الوطني المهيكل، باعتبار أن المنافسة الشريفة أساس بناء اقتصاد وطني سليم. ثم كذلك تخلق هشاشة بالنسبة للذين يشتغلون في يعني هذه القطاعات الغير مهيكلة، بحيث أن العمال الذين يشتغلون في هذا القطاع الغير مهيكل ليست لديهم أي تغطية صحية ولا اجتماعية ولا ويعيشون في ظروف مزرية تحط من كرامتهم الإنسانية. يعني هذه كلها يعني تكلفة اقتصادية واجتماعية جد مهمة، وبالتالي فهو عموما يضر بالاقتصاد الوطني. ولكن لا بد من الرجوع إلى أسباب هذا الاقتصاد الغير مهيكل، وهي أسباب هيكلية أساسا وليست فقط يعني أسباب طارئة. فالاقتصاد المغربي يحتاج إلى نمو كبير يستطيع أن يستوعب الآلاف، مئات الآلاف من الشباب الذين يريدون إلى سوق الشغل كل سنة. فكل سنة يعني هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يأتون إلى سوق الشغل، فلا بد أن نصل إلى نسبة نمو تفوق 5 أو 6 أو 7% لكي نستطيع أن نستوعب هؤلاء القادمين إلى سوق الشغل. وكذلك هناك مسألة مهمة جدا هي العدالة المجالية، فما زلنا نفتقد إلى العدالة المجالية في المغرب، بحيث أن الاقتصاد كله متركز في الدار البيضاء والرباط والقنيطرة،
ومجموعة من ترابا الوطني. الأقاليم والعمالات المهمشة في المغرب العميق، في المغرب الغير نافع بين قوسين. يعني هؤلاء كلهم ليست لديهم يعني تكافؤ الفرص ليستطيعوا الولوج إلى الاقتصاد المنظم بشكل جيد، وبالتالي تكون عندنا هجرة قروية إلى المدن الكبرى، وهذا كذلك يغذي الاقتصاد الغير المهيكل ويزيد فيه. بالإضافة إلى الهدر المدرسي، كما تعلمون الهدر المدرسي كذلك يغذي هذا الاقتصاد الغير المهيكل، وكما تعلمون أن في سنة واحدة يصل الهدر إلى 300 ألف طفل يغادرون المدرسة، وبالتالي بدون أي تكوين وبدون أي يعني مقومات للاندماج في الاقتصاد الوطني، وكل هؤلاء يغذون الاقتصاد الغير المهيكل، وبالتالي الاقتصاد الغير المهيكل يزيد ولا ينقص، فيزيد من حيث الكم ومن حيث الحجم ومن حيث التوسع كذلك على كل المستويات، وهذا بطبيعة الحال يستوجب إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الذي واضح. يعتمده المغرب، والذي هو أساسا مبني على اقتصاد الريع، بدأ أن يكون مبنيا على اقتصاد العمل ولا على وعلى قيمة العمل الذي واضح يعني أستاذ يخلق فرص نعم. يعني تحدثنا في الأسباب وأيضا ربما عرجنا على التشخيص كما جاء به التقريران، ويعني زيادة على ذلك ما سيتبقى من زمن هذه الحصة سنفرده أو سنخصصه للحديث عن المقترحات عن التوصيات. مسألة احتواء القطاع الغير مهيكل، أو قلتم بأنه لا يجب أن نستخدم لفظ محاربة. نعم. أنه لا يحارب ولن نستطيع أن نحاربه. أيضا التعاطي مع قضية الباعة المتجولين ليس بالأمر الجديد، هذا شعار رفع منذ سنوات ومجهودات كبيرة بذلت في هذا الاتجاه، لماذا لم تثمر نتائج عملية ملموسة تجعلنا فعلا اليوم نكون في وضع أفضل مما كنا عليه أو مما كان عليه الحال قبل عقد أو يزيد؟ لماذا أخفقنا، وما الذي يتعين علينا أن نقوم به بداية حتى أو قبل أن نبدأ في تنزيل هذه التوصيات وهذه المقترحات حتى يتحقق المنشود؟ أعتقد بأن بالأمس كانت هناك يعني كان أولا الحديث يتكلم عن محاربة قطاع غير المهيكل، وهذا الحديث كان هو حديث يعني فضفاض، يعني يحمل مجموعة من الشعارات. لكن اليوم نحن أمام مقاربة جديدة، بحيث أن هذه المقاربة الجديدة تعتمد على نقطتين اللي هي أساسيتين. النقطة الأولى تتعلق بتنزيل نموذج النمو الجديد، والنقطة الثانية وهي المقاربة اللي هي جديدة هي مقاربة رابح، بحيث أن اليوم ملي كندور على ذاك السيد اللي عنده الفراشة يعني في الزنقة، ملي كنقولوا ليه إلا انتقلتي من قطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل سوف تستفيد آنيا من تأمين إجباري على المرض، في مرحلة ثانية من تعويضات عائلية، سوف تستفيد كذلك من تقاعد يعني على المدى المتوسط، وتستفيد في حال فقدت الشغل ديالك من تعويض على 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 يعني على مشروع الشغل. أو ورش تعميم الحماية الاجتماعية يقدر يعطينا مدخل أو باب مفتوح بكل تأكيد لاستقطاب فئات واسعة من هذا بكل تأكيد هذا هو المدخل لكن بالإضافة إلى المدخل هذا خاصنا نقوم بواحد مجموعة من الإجراءات أخرى، إجراءات تشريعية، إجراءات ضريبية، مجموعة من الإصلاحات، بحيث أن ما يمكنش نطلبوا من هذاك المقاول الذاتي أو هذاك المقاولة الصغيرة جدا أنها تأدي نفس الضرائب بحال المقاولة المتوسطة أو المقاولة الكبيرة، بحيث أننا قمنا بواحد يعني بواحد إصلاح ضريبي، إصلاح صندوق المقاصة، إصلاح أنظمة التقاعد، وإصلاح كذلك المجال التشريعي، يمكن أننا ندمجوا هذا القطاع غير المهيكل في القطاع المهيكل. مثلا التوصيات ديال المجلس التنموي الاجتماعي تتكلم مثلا بين التوصيات على أن الإطار التشريعي مثلا رفعوا من السقف ديال المقاول الذاتي، حيت أن اليوم السقف هو محدود في 300 ألف درهم كرقم ديال المعاملات، ممكن أننا إذا رفعنا من هذا الرقم هذا ممكن ذاك السيد أنه يندمج هنا في قطاع المهيكل، كذلك إمكانية أن رغم أنه هو مقاول ذاتي لكن تكون إمكانية أنه يوظف جوج أو ثلاثة، هذا يعني كذلك أمر اللي هو مهم واليوم هذا اليوم يعني ما خصناش نتجاوزه نهائيا، هو أن القطاع البنكي اليوم ضروري أنه خصو يلعب الدور ديالو في توفير السيولة اللازمة
لازمه امام المقاولين، لان من كنجي انايا يعني كواحد الشخص اللي عنده مقاوله يعني كنشتغل في قطاع غير المهيكل، ما عنديش واحد الضمانات، ما عنديش مجموعه من الامور، ما عنديش واحد قطعه ارضيه مثلا في المبنيه، من كنجي لهذيك لهذ البنكه هذه خاصها تاخذ بيديا، خاصها دير لي المواكبه ودير لي المساعده وتعطيني التمويلات اللازمه باش يمكن لي انني نمشي في الاتجاه هذا. والنقطه الاخيره اللي بغيت نتكلم عليها هي نقطه جات في البرنامج الحكومي في القانون المالي سنه 2022 وكذلك بين التوصيات ديال مجلس التنميه الاجتماعي، هي الافضليه الوطنيه والافضليه الجهويه، بحيث ان هذا المقاول الذاتي من غيتنافس مع مقاولة أجنبية يعني في واحد طلبية عمومية لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي غتكون عنده الأفضلية، لكن هادشي كله يعني ضروري خص يكون عندنا واحد إرادة سياسية من أجل تنزيل الأمور على أرض الواقع. تكلمتي على الإرادة السياسية وتكلمتي على ما هو هيكلي، طبعا ما هو هيكلي عناوين كبرى وخص فيها الكثير من الالتقائية والاندماج صحيح والتنسيق. هاد يعني التقريرين اللي كنتكلموا عليهم ايضا جاوب بعض الاجراءات العمليه ربما الانيه اللي ممكن على الاقل تعطينا تباشير الخروج من هذه الوضعيه القاتمه. كيف تنظرون الى هذه التدابير؟ ما هي بالنسبه لكم ربما التدابير القابله للتطبيق انا ان وجدت وتقدر تعطينا يعني تقدر تعطينا نوع من الحلول في انتظار تحقق ما هو هيكلي لانه مرتبط بالاراده السياسيه كما جاء على لسان السيد جد. فعلا في التقريرين هناك مجموعه من التوصيات لكن لا تخرج عن التوصيات المعروفه يعني خصوصا عند الباحثين الذين يشتغلون في كلاسيكية متعلقه بالتمويل، متعلقه برفع الكفاءه ديال هاد الناس من حيث التعليم وراس ويعني التمويل والتعليم والحكامة وايضا ما يتعلق بتوفير العقار، لان الاغلبيه ديال هاد الانشطه ما عندهاش فين كتوطن الانشطه ديالها. ولكن انا في نظري هاد الحلول كلها والتوصيات كلها لن تستطيع تحويل القطاع غير المهيكل الى قطاع مهيكل. الطريقه الوحيده لجر النشاط غير المهيكل لكي يتحول الى قطاع مهيكل هي ان يكون الربح الذي سيجنيه لما يتحول الى قطاع مهيكل اعلى بكثير او اعلى من الارباح التي يجنيها وهو قطاع غير مهيكل. والجانب الاجتماعي كذلك يعني الجانب الاجتماعي مكمل يعني الاساس هو الربح. الأساس هو الربح، لأن أي شخص يشتغل سواء في التجارة حرفة أي يقدم خدمة الهدف الأساسي ديالو ملي كيخرج الصباح هو كيقلب على الربح، ما كيقلبش على الضمانات الاجتماعية. عنده أولويات، خصو يخلص الكرا، خصو الأولاد يمشيو للمدرسة، خصو يتنقل إلى غير ذلك، بالتالي خصو هامش ربح. إلا لقى بأن العراقيل في القطاع غير المهيكل أقل، ما كيطلبش بزاف ديال المساطر والإجراءات والسيرواجي وديكلار إلى غير ذلك، وعنده شويه الهامش ديال الربح حتى يضطر انه يبقى تما، ومع مرور الاشهر الايام والاشهر والسنوات كيولى في هذيك الوضعيه. ولكن الى حنا بسطنا له الاجراءات ولغينا واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي ما بقى عندها حتى شي معنى في زمن الرقمنه، في زمن ان الناس في بلدان اخرى كتخلق مقاولات في اقل من 12 ساعه في المطار وكدير في المطار مثلا كاين دول كثيره والرقمنه والتبسيط الاجراءات ونخليو هذاك السيد يشتغل مده طويله. انا ابعد من المقاول الذاتي، خص اي انسان شاب اليوم مقاول عنده فكره بغض النظر واش غيلقى تمويل ولا ما يلقاش تمويل، خصو على الاقل يلقى على الاقل حاضنه يحس براسو بانه يستغل في بيئه، والا استثمر واحد المده ديال بضع سنوات مثلا 5 سنين و10 سنين غادي يقدر يبني مقاوله تكون واقفه على رجليها. لان اي مقاول مثلا الى مثلا مشينا كنقلبوا في السيره ديال هاد الناس اللي كاينين في السيليكون فالي واليوم كيتراسوا شركات عملاقه، راه غادي تلقاهم في البدايه ديالهم كان المقاولات ديالهم كانت احلام، ولكن هو قرر انه يخلي واحد 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين من حياته يستثمر كما كنستثمروا في التعليم. ملي كنقرا انا نمشي ندير واحد الماستر ولا واحد ليسونس، واش انا غادي نعرف بان غنتفوق ولا لا؟ ولكن كنقول بان كاين بنيه، كاين اساتذه، كاين بزاف د الحاجات اللي غادي تخليني لا انا درت مجهود غادي ننجح. اليوم اي واحد جا بغى يستثمر بغى يولد السوق ديال الاستثمار وديال المقاوله في المغرب ما عندوش ضمانات، ما عندوش رؤيه، هذا كيخليه بانه في نهايه المطاف سواء كيمشي لشي نشاط بسيط ما فيش كلفه ماشي مكلف الى غير ذلك. ثاني عندنا مثلا عاود مشكل في التعريف، واش هو اقتصاد غير منظم؟ واش هو غير مهيكل؟ واش هو اسود؟ لان كاين شي بلدان مثلا في المنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا كيسميوه القطاع الاسود ولا القطاع
واش هو موازي. انا افضل التسميه ديال انها قطاع موازي، كاين نشاط اقتصادي وكاين نشاط اقتصادي كيخلص ضريبه عندهم شركات مقاولات الى غير ذلك، وكاين واحد النشاط اخر موازي عنده القواعد ديالو الى غير ذلك. تقريرين كيسميو القطاع غير المنظم، وتيميل المجلس كيميل اكثر للتسميه ديال القطاع غير المنظم. لماذا؟ لانه يستبطن بان الدوله خصها تساهم في تنظيم النشاط الاقتصادي. ولكن انا قناعتي بان الدوله صعيب عليها تنظم السوق، الدوله كتيسر السبل وكتساعد وكتخلي الناس تخلق. ولكن كنتكلموا على اقتصاد موازي، فما فيهاش شويه ديال الحيف تجاه الناس اللي في القطاع المنظم وتيخلصوا الضرائب ديالهم وتيخضعوا للقانون؟ لان تتكلموا، انا اقدر ذلك بنفس ترافعي على القطاع الغير مهيكل او القطاع الغير منظم او القطاع الموازي، ولكن هذا النفس الترافعي ما خصناش يعني ننساو بان راهما كينافسوا يعني وحدات انتاجيه في المنظم. ولكن في المغرب تتخلص القانون والقواعد الاقتصاد، النشاط الاقتصادي المغربي ال 50 سنه الفايته، راه الناس اللي دارت فلوس ودار الثروه من القطاع غير المهيكل قليله جدا بل نادره. راه الاغلبيه ديال النشاط هو معيشي، الاغلبيه ديال الناس كتعيش تتخدم في هذيك الانشطه غير باش تعيش. ممكن كاين شي قله كيديروا شي انشطه ربحوا فلوس الى غير ذلك، ولكن الناس اللي ربحات اللي دارت الثروه داتها من القطاع المنظم. انا راه ملي كنشوف الحجم ديال القطاع غير المهيكل وصل هذا المستوى في المغرب، بنك المغرب كيقدر بالثلث ديال النشاط، والاف ديال الناس كتعيش في هذه الانشطه هذه وكتورثها لولادها. يعني القطاع غير المهيكل ولا الاقتصاد الموازي عندنا حنا كيولد اقتصاد غير، يعني كاين واحد الانسان القباه مثلا عنده واحد المحل صغير تيولي مهيكل فوالا. ملي كيولي هذا الشيء كيدوز من جيل لجيل كيكون صعيب عليا انني نقول ايوا راه هذه شي ناس متواطئين ضد الدوله وما عندهمش غيره وطني ولا لا. فهمت هاد الناس حاصلين. لا باش هذه هي الفكره نهائيا، يعني باش ما نكونوا منصفين ايضا تجاه الناس اللي اختاروا يكونوا في المنظم وكيعانيوا في المنظم، لان النسيج المقاولاتي المغربي راه 90% منه ناس يعني فيه مقاولات طبعا صغيره جدا. بالعكس انا سميتو خصهم يكبروا، خصهم يمشيو ويجروا معاهم القطاع غير المهيكل، هما اللي غيصوفيونا من هذا الوضع. غادي يقدروا هما يمكن يكونوا البوابه باش يدخل النشاط الغير مهيكل للعالم التنظيم والهيكله. سأواصل مع ضيفي الاستاذ الطيب عيس. يعني الامور اذا ما تمش او ما تماتش مقاربتها بشكل هيكلي وما كانتش الاستراتيجيه مندمجه فما غيمكنناش نحققوا النتائج المرجوه. في التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عطانا الرهان ديال تقليص حصة الشغل غير المنظم كما سماه تدريجيا إلى 20% من إجمالي مناصب الشغل. هل يكون ذلك ممكنا ويعني بأي شروط؟ هو أعطى هذه النسبة اللي قريبة من المتوسط في البلدان المتقدمة، والحال أن يعني التشخيص للجميع مطلع على تفاصيله يقول باننا ربما سيصعب ان نحقق هذا الرقم ديال 20%. يمكن تحقيق الرقم ديال 20. هو الاصل في الاقتصاديات ان الاقتصاد الغير مهيكل كيكون بين 10% يعني حول 10%، ولكن اللي كيوصل 30% 40% واكثر هذا طبعا سيء جدا ومسيء للاقتصاد الوطني، ويشجع طبعا بطبيعه الحال الهروب من الاقتصاد المنظم الى الاقتصاد الغير منظم. لان طبعا المنافسه لما تكون غير شريفه فنكافئ الكسول ونعاقب المجتهد، وطبعا هذه طبعا تؤدي الى تراجع الى كسل المجتهد يصبح كسولا. تماما تماما. فهذا هو الحقيقه. على كل حال بالنسبه للمغرب في خلال هذه العشريه الماضيه قامت الدوله بمجموعه من الاجراءات على مستوى الضريبي وعلى مستوى يعني استقطاب القطاع الغير مهيكل الى القطاع المهيكل. فمثلا بالنسبه للضرائب الشركات الصغيره تؤدي 10%، يعني الشركات اللي كتربح اقل من 300,000 درهم كربح صافي سنويا تؤدي 10% فقط، وهذا طبعا الهدف منه هو استقطاب هذه الشركات يعني القطاع الغير مهيكل للانضمام الى القطاع المهيكل. وكذلك يعني الستاتيو ديال المقاول الذاتي الذي استحدث يعني في هذه الفتره وكيؤدي طبعا الى
تشجيع هؤلاء ان ينتقلوا الى القطاع المهيكل. طبعا المقاول الذاتي يؤدي 1% او 2% على رقم المعاملات السنوي، ويمكن ان يؤديه مره واحده في السنه او 4 مرات، ورقم المعاملات يمكن ان يصل الى 200,000 درهم بالنسبه للخدمات، و 500,000 درهم بالنسبه للتجاره وغيرها. وكذلك احدثت يعني قبل السنه الماضيه المساهمه المهنيه الموحده، يعني هذه المساهمه المهنيه الموحده هي يعني ضريبه جزافيه زائد تغطيه صحيه واجتماعيه، يعني بمعنى ان الذي ينتقل الى القطاع المهيكل يستفيد من التغطيه الصحيه والاجتماعيه. استاذ أعيس، كل هذه التدابير واش ما تمش التواصل حولها بشكل كافي، او لا فعلا هي غير مقنعه وهي غير كافيه بالنسبه لعدد الناس اللي موجودين اليوم في القطاع غير المهيكل، وما قنعتهمش انهم يوليوا في التنظيم ويوليوا في الهيكله؟ لا، هذه طبعا مهمه، ولكن ما كانش تواصل بما فيه الكفايه، ولكن هي يعني جزئيه ضمن واحد المنظومه شموليه اللي خصنا يعني نتعاملوا معها. فهذا الاشكال هذا خصو مقاربه شموليه ومندمجه وتخص كل السياسات بما فيها الجانب الامني والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب التكافل يعني التضامني الى اخره، يعني هي منظومه متكامله، وكذلك فيها يعني توفير التمويل. يعني كما نعلم ان هذه الفئه لا تستطيع الولوج الى 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 يعني الابناك والى التامين وغير ذلك، فهي خارج التغطيه بالنسبه للابناك، وبالتالي لابد كذلك من دفع الابناك الى التواصل مع هذه الفئات، وكذلك العقار، يعني توفير العقار لهذه الفئات، وكذلك توفير يعني واحد المواكبه لهذه الفئه حتى تندمج. يعني كل هذه امور كثيره يعني لابد من توفيرها، لابد للدوله ان توفرها حتى نستطيع ان نستقطب هذه الفئات. وهو ممكن يعني لو يعني غيرنا النموذج الاقتصادي من النموذج الريعي المبني على الريع، وهو للاسف هو المنتشر الان، يعني مثلا التاكسيات مبنيه على الجريمات، وطبعا هذا كله ريع، والنقل بين المدن والصيد البحري في الاعالي الى اخره، يعني مجموعه من القطاعات المهمه المهيكله المهمه جدا والمعادن وغيرها كلها مبنيه على الريع. فاذا اذا اذا يعني غيرنا النموذج من النموذج الريعي الى النموذج المبني على العمل، بمعنى ان الذي يعمل اللي عنده التاكسي اللي كيخدم في التاكسي كيكون واحد الكايد شارج واحد الدفتر تحملا اللي استجب لهذا الدفتر التحملات يشتغل في القطاع بدون ان يعني ان نعطي ريعا الى مجموعه من الاشخاص. نعم. حسب يعني امور ليست يعني عمليه وليست علميه. ثم كذلك بالاضافه الى واحد النقطه مهمه جدا، ان دائما لما يكون عندنا قطاع غير مهيكل، دائما هذه قاعده خصنا نعرفوها، ملي كيكون واحد القطاع غير مهيكل فبجانبه كاين فساد، كاين رشوه، كاين زبونيه. يعني لا يمكن ان يكون اي قطاع غير مهيكل في اي دوله الى ما كانش بجانبه الفساد والرشوه والزبونيه والابتزاز. نعم. كذلك الابتزاز، ويعني هذه كلها امور مرتبطه بالاداره ومرتبطه باصلاح الاداره، بحيث ان الاداره يجب ان تكون في خدمه الوطن وليس الوطن في خدمه الاداره، والاداره في خدمه المواطن وفي خدمه الوطن وفي خدمه الاقتصاد الوطني، وهذه هي الاداره المواطنه. نطالب طبعا ان يكون المواطن مواطنا، ولكن كذلك ان تكون الاداره اداره. ساعود اليك استاذ طيب عايش في هذه النقطه، اريد ان اشارك ضيفي الاستاذ محمد جدري. طبعا هذا الكلام لن يروق أستاذ رشيد أوراز، يعني جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنه يتعين اعتماد توجه أكثر صرامة من أجل القضاء على الأنشطة غير المشروعة والمستترة، وعلى هاد الممارسات ديال الوحدات إنتاجية تنافس القطاع المنظم. هاد الصرامة وكيف ما جاء على لسان الأستاذ طيب أعيس، لأن الأمر يتعلق بحق الخصب لعدد من الممارسات التي فيها طبعا متابعة قانونية وبعيدة كل البعد على رهان التخليق ديال الحياة الاقتصادية الذي ننشده جميعا، مع التنصيص على أن الأمر طبعا يتعلق في نسبة مئوية كبيرة بنشاط معيشي أكثر منه نشاط مدير للدخل. هذه المسألة ديال الصرامة
كيفاش ممكن نشوفوها ونلمسوها، وكيفاش ممكن حتى هي تكون عندنا يعني فعاله في هذا الرهان الذي نصبوا اليه. صحيح ان الصرامه اللي جا بها التوصيات ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الاتجاه هذا، بحيث ان يعني خاص تكون الاداره المغربيه اكثر صرامه مع القطاع غير المنظم، مش انه يندمج في القطاع المهيكل، لكن هو فقط جزء من الحل. لان تقدر تبان لنا هذه الصرامه تكون مفيده، هذه الصرامه وما يكونش فيها تقدر تكون في منطق الحل وماشي في منطق ربما نزيدوا مشكل على مشكل. حنا كنقولوا بالمثل المغربي، كنقولوا كون سبع وكلني. مني غتوفر لي الشروط ديال العمل، مني غتعطيني واحد الامكانيه ديال الحمايه الاجتماعيه، مني غتعطيني الولوج الى الامكانيات البنكيه، مني غتصوب لي اطار تشريعي ديال المقاد، لان هاد الامور هذه هي من بعد منا. الى ان مثلا ما بغيتش ندخل في هادشي كامل، ممكن انك تطبق عليا العقوبات، تطبق عليا الصرامات، تقول لي لا ما يمكنش تكون هنايا. ولكن انا اليوم اللي خصني نعرف واحد الامر اللي هو مهم، حتى واحد ما مرتاح. هذاك اللي في قطاع غير منظم ما مرتاحش، لانه هو كيشتغل يعني الخوف يومي، لانه ممكن راس المال ديالو انه يمشي ليه يعني مع اي حمله تفتيشيه او شي حاجه. عنده مشاكل مع 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 يعني مع الضرائب، عنده مشاكل يعني هو اصلا يعني دائما كيشتغل في قطاع اللي هو غير منظم. وحتى القطاع المنظم كذلك يعاني، لان التنافس ديالو كتقاس، لانني انا مقاوله يعني مواطنه كنخلص الضرائب ديالي، كنخلص كرا ديالي، كنخلص يعني التحموات الاجتماعيه للموظف والعمال اللي عندي. هذا الشيء كيأثر لي على تمام باش نبيع به المنتوج ديالي، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الخارجي. صحيح. يعني كنلقى نفس المنتوج كنلقاه يعني تقريبا ضعف ديالو ما بين القطاع المنظم والقطاع غير 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 المنظم. هذا الامر هذا اعتقد بان الا مشينا في هذا الاتجاه هذا، يعني بواحد المقاربه اللي هي شموليه، مقاربه اللي مندمجه اللي فيها جميع هذه الاجراءات، هذه الورشه الحمايه الاجتماعيه، السويره البنكيه، المواكبه ديال هاد الناس، الاطار التشريعي ديالهم، من بعد تجي صرامه. هاك الساعه غنخيروا الناس. يعني الا ما دخلتيش القطاع المنظم يعني في اجل ديال واحد سنتين او ثلاث سنوات، وهذا امر دائما عندنا في مشكل في المغرب، بحيث ان كنجيو كنزلوا على الناس دائما. نتا واحد المرحله انتقاليه بدون اجل، نتا واحد المرحله انتقاليه. مثلا في التوصيه اعتقد بان اليوم حنايا في 2021 نديروا مثلا واحد الاجل 2024 او 2025 باش هاد الناس كاملين يمشيوا يقلبوا على راسهم، يشوفوا التشريع اللي ممكن انهم ينخرطوا فيه، يتواكبوا، يقلبوا على حلول اللي هي حلول بنكيه، حلول ديال التمويل، يمشيوا باش انهم يندمجوا. من بعد الى ما اندمجوش بيان سور تجي الصرامه وتجي تطبيق القانون على الجميع. وطبيق القانون على الجميع هو الامر دو في سي طيبعي، سواء ان كاين الزبونيه، كاين المحسوبيه، كاين الرشوه. ما يمكنليش انني انا وصديق ديالي يعني نفس القطاع وهو يجي صرامه وينزلوا عليا مثلا يضربوا شي حاجه، وانا يبقى لي انني انا عندي علاقات، عندي كنخلص الرشوه، كندير كنفعل. يعني خص تكون عاوتاني كذلك ندوي عليها مره اخرى جراه سياسيه ويعني إرادة حقيقية من اجل التغيير. ها هو النفس الترافعي كاين حتى عند السي محمد الجدري، يعني فيما هو يقول بان مساله الصرامه ما هي يعني غير لن تجدي نفعا، المفروض انها تبقى مؤجله الى حين توفير الظروف. نعم. على المستوى التشريعي شنو طبيعه يعني الامور التي يجب ان تسن او القوانين التي يجب ان يعاد فيها النظر، والتي قد تيسر يعني فيما بعد تنزيل كل هذه التدابير والاجراءات المتصله بتنظيم القطاع الغير منظم؟ هو هذه التوصيه بالضبط تستهدف الناس مثلا اللي عندهم ورشات ديال مثلا صناعه الالبسه، ولا كاين شي قطاعات اللي هي شركات شبه صناعيه ولكن كيتهربوا. ولكن ما كتاخذش بعين الاعتبار واحد الحاجه، شراسه التنافس اللي كيجي من الخارج، اللي كيجي من برا. ناخذ مثلا قطاع ديال التكستيل ديال النسيج والالبسه، واش بالمجهودات اللي دابا كاينه اليوم حنا نقدروا نفسو مثلا التكستيل ديال تركيا ولا حتى بعض البلدان الاوروبيه اللي الدخل ديالهم كبير والكلفه ديال العمل عندهم كبيره، وكيوصلوا يعني الملابس ديالهم بجوده افضل وبثمن اقل من داكشي اللي كيتصنع هنايا. بالتالي فهذوك الناس مثلا كانت الحادثه ديال طنجه، واش واحد الانسان عنده وزين في لاكاف وهو حاصل مع هذوك الناس؟ يعني فهمت، يعني ملي كتدرس هذه الظاهره، صدرت دابا الاحكام مورا الاحكام يعني القضاء قال لك كتدرس الظاهره في شموليتها، واش فعلا كاين مقاول مغربي بغى يمشي بعيد وبغى يدير مقاوله ويربح فلوس من حقه ويدير ماركه
ولكن هو خدام في لاكاف وعنده الخدامه ديالو وهو معاهم وما عندوش مكان عقار تتوفر فيه. الشروط اللي غادي تخليه مثلا يركروتي الناس اللي دير الديزاين واللي دير الى غير ذلك باش يمشي بعيد، الا ما كاينش هذا الوضوح في الرؤيه ومناخ اعمال اللي تيخلي الاجراءات بسيطه، بالتالي فانا بالنسبه لي المقاربه التشريعيه ماشي خصها تمشي المزيد من القوانين ومزيد من التنظيم، لا بالعكس خصها يخفف مزيد من المرونه مزيد من المرونه ونخففوا كاع الاجراءات. ودابا عندنا لا كارت ناسيونال ياك تيقولوا بان راه كتعوض بزاف ديال الوثائق، ولا من عندك بطاقه وطنيه ديال واحد المواطن مغربي قول له سير بعدا خدم وقف على رجليك قاد دير اللوغو ديالك دير السميه دير داكشي كاع اللي ممكن ديرو في الكترونيا وخدم، وانا من بعد غادي نجي نشوفك انا كغرفه التجاره ولا انا كمركز جهوي للاستثمار نشوف فاش عندك النقص. مثلا عندك انت تخدم النساء يقدر يكونوا فيهم اللي قراو تدبير يقدر ما يكونوش، مثلا كاين شي تكوين، انا كحكومه ممكن نعاون في هادشي، ولكن الا جيت قلت لك انا غادي نعاونك في كل شيء وتعول عليا وراه غادي نوفر لك تغطيه اجتماعيه راه غادي نخلق الكسل، غادي نخلق بان الناس غادي تجلس وغادي تسنى وتقول لك وانت راه عندك عطيتيني بزاف ديال الوعود ولي بحال خدام في الوظيفه العموميه تماما. وحنا المغاربه راه مرعوبين من هذه العقليه ديال الوظيفه العموميه والاتكالي، واصلا بزاف ديال الناس كيخدموا في القطاع غير المهيكل ولا في هذا النوع ديال الانشطه في هذا الاقتصاد الموازي في انتظار انه تكون عنده شي فرصه في شي وظيفه عموميه ولا شي نهار تجي شي همزه ولا الى غير ذلك. بالتالي فهذا مشكل. وانا عاود من بين الامور اللي خصنا نعرفوا الاقتصاد كيمشي بجوج الانواع الاستثمار، بالراسمال الوطني المحلي وبالراسمال الاجنبي. الى استطاع الاقتصاد المغربي انه يقنع المستثمرين المغاربه انهم يخوضوا مغامره في قطاعات ذات القيمه المضافه المرتفعه بحال التصنيع بحال الى غير ذلك، ويقنع مزيد من الاستثمار الاجنبي يجي ويستثمر ويقول ليه راه كاين ما يكفي من البنيه التحتيه راه غادي نديروا ما يكفي من اصلاح الاداره وراه مناخ الاعمال غادي نحسنوا بزاف الحاجات الى غير ذلك، هنا غادي تكون ديناميه اقتصاديه غادي تدمج هذه الانشطه وغادي يولي حتى ذاك النشاط. مثلا واحد كيدير نشاط تجاري وكيبيع منتج مغربي صنع محليا بثمن مزيان الى غير ذلك، وهذاك المنتج المحلي قنع مسبقا المستهلك المغربي بانه راه تيوفر ليه الشروط اللي هو باغي، هنا كيخدم لان القطاع غير الملكي ماشي راه ماشي غير هذوك التجار اللي كينقوا مع الرصيف الى غير ذلك، راه كاين بزاف الناس عندهم محلات الى غير ذلك ولكن ما عندوش مقاوله، ما عندوش شركه تنافسيه، ما يقدرش. مثلا حنا شنا هي الشركات اللي في المغرب وعمرها اكثر من 50 سنه يعني تدارت وتطورات مع مرور الزمن كاع الاقتصادات المتقدمه وحتى الاقتصادات الناميه تمشي. نمشيو ناخذوا مثلا مثال ديال تركيا والنموذج التنموي الجديد كيهضروا عليه بزاف هذا النموذج بزاف الحاجات، ومن هنا 2035 بينا نحققوا بزاف الاهداف هما عندهم. دابا عندهم بزاف ديال الشركات تخلقت في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الاربعينات، ولكن لان المناخ كان مزيان اقتصادي تطورت مع الوقت ولات شركات كتلقى مثلا فرق ديال كره القدم مثلا اسبانيا والى غير ذلك تدير لهم اشهار. علاش؟ لان ولات مؤسسات قائمه الذات، وهذه كتخلق واحد الانشطه في الجانب التجاري الى غير ذلك مرافقه لها ولكن انشطه مهيكله. انا مثلا شركه كبيره وعندي صوره ما نبغيش المنتوج ديالي يبيع لواحد المستهلك مغربي واحد الانسان كيفرش فهمتي ولا عنده محل ما مديكلاريش، لا انا غادي نمشي نحط مثلا الثلاجه ديالي ولا التلفازه ولا غادي باش المنطق ديالهم هما كيفكروا غيعطيوه لواحد عنده الوضعيه مقاده، باش انا ملي كتجي الدوله غادي نقول لها انا كنخلق قيمه مضافه صناعيه، وملي كيمشي المنتج ديالي تيخرج للسوق تياخذ واحد اخر كيبيعو تيخلق عاوتاني قيمه مضافه، بالتالي فالدوله كتستفد في هذه السلسله كامله. ولكن الا كان الجانب كله ديال الهيكله ديال النشاط الاقتصادي على جميع المستويات فيه مشاكل فيه بيروقراطيه فيه الى غير ذلك، فبالتالي من الصعب من المستحيل ان الدوله تنظم النشاط الاقتصادي. الدوله كتيسر كتسهل لان باش ندير انا وياك صفقه ما خصناش نلقاو مشاكل، الا لقينا بزاف ديال البيروقراطيه ربما غادي نتحايلوا عليها باش نحاولوا نربحوا فلوس بلا ما نصدوا راسنا، هذه هي الحقيقه ديال الامور. واصل مع ضيفي الاستاذ الطيب عيس من حيث طبعا انتهى او انتهى ضيفي الكريمين هنا في الاستوديو، ودائما يعني نتحدث على مداخل الحل والتجاوز الى اي حد
يعني هذا التصور الذي تم إحداثه هو بذل فيه مجهود، تصور المقاول الذاتي قد يكون قاطرة لاستقبال عدد لا بأس به ربما من الناس اللي في القطاع غير المهيكل يوليو عندنا في القطاع المنظم. وأيضا كان هناك إجراء دعم إحداث جمعيات للمهن والحرف المزاولة في الاقتصاد غير المنظم، هل من اليسير أن نقوم بذلك؟ يعني باب المقاول الذاتي شنو خاص يكون عندنا فيه، وهذه المسألة ديال إحداث جمعيات ديال المهن والحرف المزاولة بشكل غير منظم. لا، هو المقاول الذاتي يعني هو يعني آلية مهمة لتيسير سبل الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل. ولكن بطبيعة الحال الهدف من المقاول الذاتي ماشي يبقى دائما المقاول الذاتي، إنما هو انتقال مرحلي، بمعنى أن ينتقل من القطاع الغير مهيكل إلى المقاول الذاتي، وبعد ذلك يكبر ويؤسس شركة ويكبر. هذا هو الهدف، يعني يكون سيكون بابا للدخول، هو باب بعد ذلك مواصلة المشوار، ومواصلة المشوار يصبح شركة صغيرة ثم شركة متوسطة ثم شركة كبيرة ثم شركة لما لا شركة عالمية. يعني كما تفضل الأستاذ، يعني مجموعة من الشركات في تركيا وفي حتى في أوروبا وفي أمريكا، يعني الشركات كانت كلها شركات بسيطة وصغيرة. كان مثلا رونو ولا فورد كان عنده جراج كيصون فيها الميكانيك وكذا، وبعد ذلك انتقل الى شركه عالميه، فورد والرونو غيرها من الشركات الكبرى العالميه التي نعرفها، وشيراتون اللي يعني رسم فنادق عالميه معروفه، كان عنده فندق صغير اقل من نجمه او نجمتين في شيكاغو، بعد ذلك انتقل اصبح الان يعني شركه عالميه موجوده في كل انحاء العالم. فهذا هو التطور الطبيعي للمقاولة وللاستثمار، يعني نبدأ صغارا ثم نكبر شيئا فشيئا، ولكن لابد أن نكبر في بيئة تساعد على هذا، بيئة صديقة للاستثمار، صديقة للعمل وليست معادية. المشكلة عندنا أن البيئة معادية للاستثمار، يعني الإدارة مثلا لما تذهب إلى الإدارة تنتظر 4 سنوات باش يعطيوك رخصة، يعني واحد تريد أن تخلق 100 فرصة شغل، واحد موظف كيقول لك لا أنا غير متفق، ما نسنيش لك، ما نوقعش لك. يعني هذا واحد الطريقة غريبة، يعني واحد بيئة معادية للاستثمار، هذا هو اللي خصنا نفكروا فيه. أولا جاء القانون ديال 55/19 اللي صدر في المرحلة الماضية، اللي مهم جدا، اللي هو في تبسيط المساطير وفي يعني واحد مجموعة من المسائل مهمة جدا، ولكن التنزيل ديالو بدأ يرتبك مؤخرا. أرجو أن يطبق هذا القانون بحذافيره. فمثلا هذا القانون اللي ما كيقولش ما كاينش ليغاليزاسيون، ما كاينش لي فوتوكوبي، ما كاينش يعني أي وثيقة موجودة في الإدارة لا تطلبها مرة أخرى، والإدارة تستجيب في مدة شهرين إلى آخره. تصور أن هناك كان خطاب لجلالة الملك الراحل حسن الثاني الله يرحمه، كيقول أن أي مستثمر طلب واحد الرخصة خلال شهرين لما استجبتش الإدارة يعتبر الأمر رخصة، ولكن لم يطبق. تصور لم يطبق، يعني نعم. يعني امور غريبه ان كيف الاداره تخلق الاستثمار، ولابد للاستثمار ان تكون لدينا بيئه صديقه، والحمد لله المغرب تقدم، يعني باش يعني في خلال هذه العشريه المغرب تقدم في هذه المساله ديال مناخ الاعمال. كنا في 2011 ولا 2012 في المرتبه 129، السنه الماضيه كنا في المرتبه 53، يعني انتقلنا واحد التقدم مهم جدا، ولكن لا بد من مسايره ومتابعه هذا المسير، بطبيعه الحال توفير شروط اخرى من التمويل ومن خلق يعني مناطق صناعيه ومناطق مهنيه وخلق يعني. طيب هذا الاجراء ديال الجمعيات من الامور، الإجراء أستاذ ديال الجمعيات أيضا مناطق أنشطة اقتصادية ملائمة للوحدات الإنتاجية الصغيرة سيكون مفيدا في تحقيق هذا الانتقال. تماما، يعني لابد من خلق مناطق مهنيه، مناطق صناعيه مهنيه، وخلق كذلك اقامه اسواق نموذجيه الى اخره. وكان عندنا تجارب، كانت عندنا واحد التجارب متميزه هنا في الدار البيضاء في البرنوسي، الناس ديال الدار البيضاء كيعرفوها، اللي كان واحد العامل اللي هو محمد علي حبوها، اللي كان عامل على البرنوسي والان انتقل، هو عامل الان في بركان، واقام بنفس التجربه في بركان، وهي نعم
وعودنا لبركان. ولكن المساله مرتبطه باشخاص، دار نفس الشيء بركان، دار نفس الشيء. هذه نماذج وتطرق اليها التقرير المجلس الاقتصادي، يعني هذه نماذج جيده جدا يجب يعني تعميمها، بمعنى ان يمكن اذا توفرت الاراده على عند متخذ القرار على المستوى المحلي، على المستوى الاقليمي، على المستوى الجهوي، على المستوى الوطني، على المستوى الاعلى، ملي كتوفر يعني اراده سياسيه واراده حقيقيه عند متخذي القرار، عند اللي عندهم السلطه، الا كاين هذه الاراده هذه يمكن ان يعني ان نصل الى نتائج جد ايجابيه. وكنشوفوا هذا السيد العامل دابا اللي دار يعني مسائل في البرنوصيه في البركان الى اخره، وكاين واحد المجموعه من العمال اخرين ومسؤولين اخرين في مناطق اخرى. طيب اعز احتفظي بفكرتين بيست براكتس، احتفظي بفكرتين يعني مداخلتك الاخيره لان الوقت يداهمنا. سانهي معك هذا الحصه، احتفظ لنا بفكرتين وأعود لضيفي من أجل استكمال النقاش في هذا الموضوع. انطلقنا من الإرادة السياسية ويعني وأنهى كلامه أستاذ طيب أعيس بالإرادة السياسية. هل يستقيم في هذه اللحظة أن نكون ما نزال نتحدث على وجود الإرادة السياسية من عدمها؟ المفروض أن الإرادة السياسية موجودة وعندنا نموذج تنموي وعندنا ايضا يعني اجراءات وعندنا تقارير طبعا في اطار الاحاله الذاتيه، ولكن هذا يعكس انهمام واهتمام بهذا الموضوع. كيف نقلع من هذه النقطه؟ نقلع وليس يعني نخطو خطوتين الى الامام ونعود خطوه الى الوراء. هذا النوع من يعني فكره الاقلاع، كيف بالامكان ان نقلع في سنوات مقبله في الامد القريب وفعلا نتجه نحو تنظيم القطاع الغير المنظم؟ أعتقد بأن جائحة كورونا رغم جميع الآثار السلبية ديالها اللي هي آثار كانت يعني مؤثرة على الاقتصاد المغربي على جميع المناحي دياله، لكن اللي هو إيجابي في هذه جائحة كورونا هذه هي أنها فرصة واعدة بالنسبة للمغرب من أجل الإقلاع، بحيث أن اليوم ما بقاش عندنا خيار، لأن هذه الأمور ديال الظواهر الطبيعية سوف تتكرر مع مرور سنوات، وبالتالي ما يمكن ليناش نعيشوا ما عشناه في الجائحة كورونا، وممكن تكون شي حاجة أخرى تكون أكثر من الجائحة هذه، وبالتالي فإن خصنا نستغلوا هذه الفرصة هذه، لأن اليوم عندنا واحد السياق وطني، واحد السياق اللي هو جهوي اللي هو متميز، بحيث أن كاين الخروج من جائحة كورونا، كاين الورش ديال الحماية الاجتماعية، وكاين تنزيل النموذج التنموي في افق 2035. الى ما كانت اليوم الاراده السياسيه الى اليوم ما قلعناش، يعني اعتقد بان هذا اخر انذار قبل الاقلاع كما كنقولوا في المطارات، اخر انذار قبل الاقلاع هو هذا، يعني الى ما قلعناش في هذه المرحله هذه باننا نحول الاقتصاد ديالنا من اقتصاد ذو قيمه مضافه اللي هي بسيطه الى اقتصاد يعني ناشئ تكون فيه 5% 6% 7%، هذا هو اللي ممكن انه يمشي لينا في الاتجاه الصحيح باش اننا ممكن نحول الاقتصاد ديالنا من اقتصاد بسيط الى اقتصاد ناشئ اللي خلق لنا التفاوض للتنميه، وكما قال السي رشيد هذا هو اللي ممكن انه يحارب لنا جميع الظواهر السلبيه اللي تحيط بالمجتمع ديالنا. اليوم الا بغينا نعطيو جوج او ثلاثه العناوين كبرى من اجل هذا الاصلاح الهيكلي المندمج واللي غادي يعطينا فعلا خروج من او بدايه الخروج من هذا النفق. طبعا الاقتصاديين تيهضروا غير على جوج حلول، من بعد كيجي واحد الحل اخر تيهضروا على اصلاح المؤسسات وما يتعلق بالتكوين والتعليم وتكوين الرأسمال البشري، يعني توفير الكفاءات، ومن بعد كيجي كنمروا للتصنيع. يصلح المؤسسات كاين المؤسسات السياسيه والمؤسسات الاقتصاديه. المؤسسات السياسيه والاقتصاديه خصها تكون كما قال السي طيب وكما قال السي محمد، خصها تكون صديقه للاعمال، صديقه للمقاوله، خصها تشجع المقاول. تعرف راه كاينين اليوم دول الى ملي كيبان شي مقاول ولا شي انسان عنده شي افكار ولا هذا راه كلشي كيدعموه، لان كيعرفوا بان غدا وبعد غدا الا نجحت الفكره ديالو. الاقتصاد اليوم هو افكار، هو انا خصك تجيب لي فكره جديده، شي حاجه ما كايناش في السوق ولا شي حاجه كاينه في السوق تطورها، هو الابداع هو الخلق. اما الا كنتي غادي تصنع لي نفس الحاجه، راه كاينين الناس صنعوها هذه سنوات ووصلت الكفاءه ديالهم واحد المستوى عالي ما تقدرش انت تدخل معاهم في التنافس. بالتالي ملي كتجي فكره جديده وانت انسان طموح وديناميكي خصنا ندعموك كمؤسسات، خصنا نبسطوا لك الاجراءات، خص يكون عندك مستوى تعليمي جيد، بالتالي فخص اصلاح التعليم، ثم بعد ذلك الدوله خص دير الاصلاحات باش يمر من هذا النشاط الاقتصادي الفلاحي السياحي بشويه الصيد البحري الى غير ذلك الى مزيد من التصنيع، لانه كيخلق فرص، كيخلق قيمه مضافه، واكثر من ذلك هو كيفتح الاقتصاد المحلي على الخارج، لانه كيتجه اكثر نحو التصدير، وهذا
كيهنينا من جميع المشاكل ديال الهشاشه والفقر والقطاع غير المهيكل الى غير ذلك. إذا الأمور متصلة ومرتبطة. سأنهي معك مداخلة أخيرة للأستاذ الطيب أعيس، كيف تنظرون إلى الأولويات، يعني أولويات اللحظة الراهنة من أجل يعني محاولة احتواء هذا القطاع الغير منظم وأيضا التعاطي بشكل إيجابي مع ظاهرة الباعة المتجولين؟ يعني ما هو مستعجل وهيكلي هو التربية والتعليم والتكوين. يعني ملي كنشوفوا أن سنويا كيخرجوا لنا 300,000 شاب كيضيعوا، يعني ما يمكنش، يعني خصنا نوقفوا بعد هذا ليموراجي، هذا النزيف الحاد، خصنا نوقفوا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية خلق مناخ يعني للأعمال في صالح المستثمر مغربيا كان أو أجنبيا أو مغاربة الخارج، ما ننسوش مغاربة الخارج كذلك اللي كيستثمروا كثيرا في المغرب، وهما اللي حقيقة اللي كيعطيوا رسالة للأجنبي أن المغاربة الخارج كيتيقوا في بلادهم وكيجيو كيستثمروا، بالتالي الأجانب يقدروا يجيو. وكذلك المسألة الثالثة هو العدالة المجالية، أن المغاربة كاملين في مكان كان في الزاكورة ولا في الضربدة ولا في الداخلة فيما كان راه بحال بحال، وعندهم نفس الفرص وعندهم تكافؤ الفرص. وهذه المسائل المهمة. وكذلك يعني الاقتصاد الريع، نفضيهم على الاقتصاد الريع ويكون عندنا اقتصاد مبني على قيمة العمل. شكرا لك الأستاذ الطيب عيسى المحلل الاقتصادي والمالي، كنت معنا عبر سكايب من الدار البيضاء. أشكر ضيفي الكريمين في الأستوديو، الأستاذ محمد جدري المحلل الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، شكرا جزيلا لك. وشكري كذلك موصول لي الأستاذ رشيد أوراز الباحث في معهد الشرق الأوسط. أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة وعلى الوفاء لميديان تيفي، ونلتقي في مواعيد إخبارية لاحقة في رعاية الله.